السلام عليكم. هاي واش راكم؟ اهلا بك. ايوا محمد بالاقل حبته. هو معايا معايا معزه معزه. معزه زيمان اليوم معزه. شنو نضيفها نضيفها نورمال روح برك اخويا وصلنا لبويا. واش؟ اكل بها. واش كاين؟ ياكل بها قلت لك. هيا نديرها من القدام جيب نديرها للقدام. جيبها للقدام جيبها لهنا جيبها لهنا. جيبها من روحك. ديرونجاتك على بالك. من روحك اخويا هابط عليا. روح برك نورمال. هابط عليك من روحك. اصبر ديرها لقدام هنايا هاي مليحه هاي هاي يا ماما هاي هاي يا ماما مريضه على بالك استنى الوحده راح نديوها للبيطاري اخويا البيطاري واش كاين الحال؟ ما ديهاش اخويا انا ما ديهاش نورمال هبط علي ها مريضه مريضه هبط اخويا علاه؟ يا هبط مانيش رايح علاه ما تروحش اخويا خلصك تو جايب لنا واحده انت ها؟ يا هبطنا اخويا بنروح واش راح يصرى؟ يا هبطني يا خويا وخلص على المعزه وخلص روح اخويا هبطني يا مريض اخويا ربي يا هبطنا يا حمودك هبطنا يا خليها اخويا لا هبط عليك علاش راك جبت لي هكا؟ دور بليبر نطلعوها من الريال يا مر اصبر اصبر ما تقلقش يا هبطني ما تقلقش الحاجه اي مروح علاه ما تروحش اخويا؟ ما نروحش اخويا استني يا وخلصوك فيها ما نروحش حتى تعطيني مليون علاه الحال؟ اي نظيفه اي مشيت 10 دقائق اخويا يعني ما نروح ما تروحش اخويا جيبها لقدام جيبها لقدام وي لا نورمال نورمال محمد اه هبط انا روح ما تقلقش الحال بس ما تقلقش الحاجه ما تقلقش والله غير بري وليد فاميليا وانسان محترم والله غير ما شاء الله عليك اصبر يا ولدي اختيني يا حم ولديك ما نروحوش ما نروحوش ما نعطيكم اياها حتى تعطيني مليون ها ويديكم شكونو؟ ها ها اصبر اصبر نهضروا هضره هضره اخيره ما تقلقش يا ودي اختيني يا حم ولديك معليش والله نبغوك والله نبغوك يا والله نبغوك والله لا ولا تخليني والله نبوسك اصبر اصبر راك تشوف واش كاين هيك مش شوف زيد شوف ها الطوموبيل هذه اي والله كاميرا اي والله السلام عليكم هلا اخويا هيا اطلع اطلع هاي وصل اخويا هيا بس الكهف بتاع هلا يا بس قلت لك مروح اش واش كاين يا بس قلت لك يا اخويا علي مروح اش قلت لك اهبط على صباح ربي يا بس يا بس صحيفي قلت لك مروح اش يا اخويا اخذ الواحد واش راه يصرى اخويا يا بس قلت لك ما تخليني يا صباح ربي يا بس قلت لك خليني شفتها في البرشي ما يا بس اخويا صباح ما تخلقنيش قلت لك الناس تعيط علينا اهبط يا اخويا ما فهمتش علاش اهبط علي على صباح اهبط اهبط صلي على النبي اهبط يا اخويا اهبط يا روح نهضروا اخويا يا اهبط صحيفي اهبط اهبط نهضر معاك اهبط يا اهبط اهبط انا اهبط حدني يشيك يشيك من دم لعب سيجار يا اهبط قدام الناس ولا تحزن معايا ولا تقولي اصبح ربي يا اهبط واش راح يصرى يا اهبط علي يا اهبط نروح نهضروا نروح اهبط دوك نجي نحضر معاك اهبط صلي على النبي خويا يا اهبط علي اصبح ربي يا اهبط صاحب دراهم الاخويا يا اهبط راح حكم تاكسي واحد خليني ما نروحش اليوم بان اليوم بان اللي قاعد احنا قاعدين تو نعطيك 30000 يا اهبط يا خويا عليا هاي مريضه المعزه خويا يا خويا اهبط علي يا ربي عيشك على الصباح اهبط راح تضيع كيفك عاد بقى عندك قلت لك على الصباح اهبط اهبط علي هروح نهضروا هروح اهبط لها هروح نهضروا هاتوا نهضروا والله غير هاهبط دوكا نهضروا ها خويا اهبط دوكا نهضروا ما تقلقش اخويا اي هاهبط وقف الباب اهبط روح لهي هاهبط عليا اهبط اصحاي هي هروح من هنا دوكا نجي دوكا القالي هي كتكون شي والله غير اروح انا هبط يا علي اهبط على صباح ربي اهبط 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 اصبح ربي ما نقدروش نهضروا يا اهبط يا خويا اصبح صلي على النبي يا خويا اصبح ربي واش راني يا اهبط علي اصلا اصلا يا اهبط اصبح هاك تشوف شو 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 الطوموبيل هذيك واش فيها؟ كاميرا معليش اخويا ربي يبارك فيك اخويا ربي يصلح نورمال اخويا حتى اللي تسمح لنا اخويا الباب اصبر روحوا للبوني روحوا للبوني الحاج
اصبر الحاج. وش كاين الحاج؟ الحاج وش كاين هذا؟ عفوني يا راه راه نعطيك 20 الف اخويا صلي على النبي. وش بيك؟ روح روح لقدام اخ. اهبط ولا لا؟ اهبط هم خلصوك الله. خروح الحاج خروح نهضروا هضره برك الحاج. الحاج خروح الحاج. بون الحاج هذه الحلقه راح نجوزوها على التلفزيون الجزائري العمومي في رمضان. دوك هاي الناس راهي تفطر وتشوفي كلهم صحه فطوركم وصحه رمضانكم وصحه رمضانكم. وسامحنا الحاج ربي يسترك ربي يبارك فيك يعطيك الصحه. هذه الحلقه ان شاء الله راح نشوفوها في رمضان على التلفزيون الجزائري العمومي ان شاء الله. الله يسلمك. دوك الناس راهي تفطر وتشوفيك. ما عليش بارك الله فيك. كلهم صحه فطوركم صحه فطوركم وصحه رمضانكم صحه رمضانكم وما تزعموش عليا ما تزعموش علينا. مرحبا علي لكم وصحة رمضانكم وربي يبارك فيكم إن شاء الله. وما تزعفوش علينا ما تزعفوش علينا وسامحونا. ربي يبارك ربي يبارك فيكم.